الشعر موجود اصلا في هو اسمه ديوان العرب، الشعر ديوان العرب. وعندما يحضر الشعر في المحيط اللي يكون فيها الكتاب فهذا ما هو جديد، لانهم هم مرتبطين ببعض، الشعر والكتاب كلهم مع بعض. كشاعر محاورة، هل تقدر تميز الشاعر القارئ؟ بالنسبة للشاعر القارئ واضح يتضح عليه، ولكن المحاورة المهم فيها الحجة بالحجة والفتل والنقد وقوة البيت. وأنا ضد إدخال الثقافة الزايدة في المحاورة، لأن أغلب متابعينها شعبيين، ولكن لا مانع من أن الشاعر يستخدم بعض الرموز، بعض المناطق الجغرافية، بعض الأحداث التاريخية في صياغة المعنى. فمباشرة نكتشف الشاعر القارئ من الشاعر العادي، ولكن ما تقدر، ما هو أن القارئ راح يتفوق على الشاعر العادي، لا، لأن المحاورة مرتبطة بالحجة بالحجة. والشاعر القارئ أعرفه على طول أصلا من ثاني بيت ثالث بيت. في الشاعر القارئ زي ما قلت، استخدام رمز تاريخي أو استخدام قصة تاريخية أو حدث تاريخي. فيه أحد الشعراء استخدم أيضا الإنجليزية في المحاورة، ما هو بس اللي هو حدث أو ولا رمز تاريخي. طيب ليش أغلب شعراء المحاورة ما يكتب شعر نظم؟ وإذا كتب شعر نظم تلقاه ما هو في المستوى. ممتاز، في شعراء محاورة متميزين في شعر النظم، ولكنهم قلة. السبب أنا أقول إن لأن ارتباطاتهم في المحاورة أخذ وقتهم أكثر، لأن شاعر المحاورة بيكتب نظم، لكن هل يجيده 100% أو 70% أو 50%؟ أما شاعر النظم قليل أنه بيبدع في المحاورة. السبب الأول والأخير انشغالهم في المحاورة، لأن حفلات المحاورة أكثر، وممكن أن المردود المادي بعد له دور. طب أنت بديت كشاعر محاورة؟ أنا بديت في شعر المحاورة قبل شعر النظم، رغم أن أغلب الشعراء العكس، بدأوا في النظم تدرجوا بعدين للمحاورة، لكن أنا بديت في المحاورة وشغلتني. كيف خلينا نقول تجربتك من البداية إلى الآن، كيف تصفها؟ بداية كانت ضعيفة، بداية أي موهوب في مجال الرياضة ولا مجال الشعر ولا مجال المسرح ولا أي مجال كانت ضعيفة، ولكن طبعا توقفت مرة، وبعدها توقفت بسبب إكمالي الدراسة الجامعية، ولكن الآن أنا راضي تمام الرضا والحكم للجمهور. شكرا لك معتق العيادة.